من جهتي أكد وزير الصيد البحري والمنتجات الصيدية هشام سفيان سلواتشي خلال كلمة ألقاها بمناسبة اليوم العالمي للتغذية أن قطاع الصيد البحري يعرف حركية كبيرة من خلال جملة من المؤشرات الإيجابية التي تم تسجيلها خلال هذه السنة. كما أغتنم هذه الفرصة للتنويه بالحركية الكبيرة التي سجلها قطاع الصيد البحري وتربية المائيات من خلال مؤشرات إيجابية ترجمت بزيادة معتبرة في العرض الوطني من المنتجات الصيدية، مع تعزيز قدرات الأسطول الوطني للصيد البحري وتنمية مشاريع تربية المائيات البحرية منها والقارية، حيث سجل الإنتاج الصيدي في سنة 2021 ما يعادل 97,508 طن، ومن المتوقع أن يبلغ هذا الإنتاج نهاية سنة 2022 116,000 طن، ليرتفع بذلك معدل الاستهلاك من الفردي من 2.93 كيلوغرام للفرد في سنة 2021 إلى 3.26 كيلوغرام للفرد سنة 2022، وبمعدل إجمالي للنمو في الإنتاج ب 19%. من جهة أخرى، نتوقع أن يبلغ الإنتاج الوطني لتربية المائيات 8,000 طن نهاية سنة 2022، أي بما يعادل 67% مقارنة بإنتاج 2021. هذه الزيادة في الإنتاج أثرت إيجابا على استقرار أسعار بيع المنتجات الصيدية في عدة فترات من السنة.